تقاطع ثورة العشرين عند مدخل المدينة القديمة أهم وأكثر التقاطعات حيوية في النجف. الزحام فيه ليس بين العجلات فقط، بل بين المواطنين المشاة والعجلات بسبب عدم وجود جسور لعبور المشاة أو ممرات خاصة بهم. هو خطرة مثل ما نشوف السيارات يعني مستمرة، بس ما لم يكن يعني بها نقطة مرور احنا اشوفها صعبة. اكو ازدحام، لا وقفنا قاعد، اكو ازدحام، ازدحام عبر الشارع. المجسر الذي تجري بالقرب منه التظاهرات العامة ايضا لم يأخذ مصمموه بنظر الاعتبار عبور المشاة، رغم وجود جراج الداخل بالقرب منه الى جانب العديد من الاسواق الشعبية، ما سبب الكثير من الحوادث بحسب المواطنين. خطر، ليش مو خطره؟ ومزدحمه، مكتظه بالبشر، مكتظه بالسيارات. فنرجو من المسؤولين انه يضعون حد يعني لرفع الخطوره على المواطن. العبور طبعا خطر، بس لازم اكو لها حل، يعني لازم حلها جسير او اي شيء يعني بحيث تكون يخلص الناس من هاي المشكله. الحكومة المحلية التي تعاني من آثار الأزمة المالية ونقص التخصيصات تحدثت عن خطط لتقليل الزحام في المنطقة دون أن يكون بينها بناء جسر لعبور المشاة. هناك حملة حقيقة مكثفة راح نقوم بها خلال الأيام القليلة القادمة بفتح كل الطرقات في عموم محافظة النجف الأشراف، وخاصة مجسر ثورة العشرين. نعلن الآن أمامكم أنه راح ينفتح باتجاه المدينة القديمة ومن ثم باتجاه الجراج النقل الموحد. المارة أيضا راح تهيئ لهم أماكن، يعني الآن راح يشوفون أكو عمل كبير ومستمر. تسابق مستمر بين المشاة وأصحاب العجلات يشهده هذا التقاطع الحيوي من أكثر من اتجاه. عدم وجود جسور للمشاة أو ممرات خاصة في هذا التقاطع الأكثر حيوية في قلب مدينة النجف بات يسبب الكثير من المشاكل للمارة ولأصحاب العجلات. راجل نصير، الحرة، النجف الأشرف.